فلاش الكرون على أنفاس بريس، أهلا بكم. حقق منتخب مصر تعادلا مثيرا أمام غانا مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا. المباراة شهدت خسارة أبناء النيل لجهود قائدهم ونجمهم الأبرز محمد صلاح بداعي الإصابة. وفي السياق ذاته أكد طبيب منتخب الفراعنة في تصريحات إعلامية أن استبدال صلاح جاء وراء آلام في العضلة الخلفية، وأضاف أن النجم المصري سوف يخضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه من مواجهة الرأس الأخضر المقبلة. حرص عز الدين أناحي نجم المنتخب الوطني المغربي على دعم نظيره المصري أمام غانا، ونشر أناحي ستوري عبر حسابه على الانستغرام خلال مشاهدته مباراة الفراعنة ضد البلاك ستارز وبجواره علم مصر والمغرب في إشارة إلى أن المنتخبين العربيين يد واحدة. بلغة الأرقام، سجل مهاجم غينيا الاستوائية إيميليو نسوي ثلاثية في شباك غينيا بيساو ليصبح ثاني لاعب يسجل هاتريك في كأس أمم إفريقيا بعد الدولي المغربي سفيان العلودي عام 2008. كانت هذه آخر أخبار الكون، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.